قامت وزارة الإسكان بحملة صحية في مشروع مدينة شرق سترا بالتنسيق مع المطور الصيني وبالتعاون مع مستشفى الهلال على مدار يومين، وذلك من أجل عمل الفحوصات الدورية لنحو 2800 عامل. وأكد المهندس محمد رشدان مدير إدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان حرص الوزارة على صحة وسلامة الأيدي العاملة في جميع المشاريع الإسكانية، موضحا أنه تم تحقيق 4 ملايين ساعة عمل دون إصابات في الأيام الماضية. شرعت الوزارة بالتنسيق مع المطور شركة تشاينا ماشينيري انجينيرينج كوربوريشن، كذلك بالتنسيق مع مستشفى الهلال على إقامة حملة فحوصات صحية إلى عدد حوالي 2800 عامل في مشروع مدينة شرق سترة على مدار يومين إن شاء الله من اليوم وبكرة. طبعا الهدف من هذه الحملة هي الحرص على سلامة العمال في مشروع مدينة شرق سترة، كذلك على رفع وعي العمال في أثناء عملهم وتوجيههم على خلينا نقول أساليب العمل الصحيحة اللي تحفظ سلامتهم واللي تجنبنا وتجنبهم أي حوادث لا سمح الله.